تشالنج انت عارفين من وقت ما اتجوزت دي تقريبا تاني مره العب فيها بلاي ستيشن. ما تهزرش انت من ساعه ما اتجوزت دي تاني مره بس؟ لا يا معلم انت لازم تلعب كتير وتعوض. ادي له الدرع التانيه سيف يلعب بالاتنين. بقول لك ايه، هو ايه سر العزومه دي؟ يا لو جايبانها عشان تقررنا، انا عن نفسي معرفش عنك حاجه من بعد ما اتجوزت. حلو قوي الكلام ده، بس لو عايز تعرف اللي قبل كده انا ما عنديش مانع. بجد نورتونا، انا من يوم ما رجعنا من السفر عماله اقول لمالك لازم تعزم سيف وعز، لازم تعزم سيف وعز، بس هو بقى اللي كان مشغول. انا طبخلكوا النهارده بايديا، ثواني والاكل هيكون جاهز، لازم تخلصوا الاكل كله. اه دي عماله بتخترع من الصبح قاعده في المطبخ. ايه تخترع؟ ما تخترعش، كده كده كل الاكل اللي عملتيها هيتداس. انا صايم بقالي يومين على حس العزومه دي. لا انا بشرب بجد. ادينا ميرسي جدا، احنا ما كناش عايزين نتعبك خالص. لا 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 مفيش تعب خالص، انتوا عارفين انا احب دايما البيت يبقى مفتوح لاصحابنا على طول، يعني اعتبرونا نادي، تعالوا اقعدوا هنا على طول بيتوا لو عايزين. اصل انا مش من النوع يعني المراتات اللي بتحب ترخم على جوزها وتبعده عن صحابه وكده، بالعكس انا بحب الخروج قوي، يعني حتى لو انتوا خارجين خدوني معاكم، لو في صحابكم البنات جايين معاكم انا في سرشقه. بنات؟ لا 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 خالص، احنا ما عندناش صحاب بنات نهائي. طيب انا بقى هطلع اشرب سيجاره بره في الجنينه لحد ما انتوا هنا ما فيش سجاير خالص. انت كويس انت داخل بالجزمه اصلا؟ لا لا ما فيش سجاير. ايه اشرب سجاير براحتك خالص، اعملوا اللي انتوا عايزين، بقول لكم اعتبروا نفسكم في قهوه. واحد شاي وصلحوا يا ابو خميس. ولع بره بقى. ولع بقى. هنطلع بره، هنطلع بره، يلا يلا لحد ما الاكل يجهز. يلا هي قالت هنا عادي بره. مدام انا حطيت الاكل على السفره، تعالي بص عليه عشان عاوز امشي. مدام دينا، مدام انت خدت من كوست الطيب ولا ايه؟ دينا بقول لك انا مش عايزك تتعبي نفسك خالص، انا هحط من كل الاصناف وفي الاخر هقرر هاكل ايه عشان بس ما بوظش الدايت. يا الباميه دي فكرتني بام الله يرحمها. الله يرحمها والله كان عليها اكل كلنا كنا بنحلم بيه. فاكر يا مالك؟ عارفه يا دينا امي لما كانت تعمل اكل مرضى شكله وتقول لي اه، ما هي لما امي تسيف اللي عاملاه كان زمانك كلته. الله يرحمك يا طنط. مالك كان قايم نايم عندنا على طول، امي كانت بتحبه جدا دايما كانت بتعلفه لدرجه اوقات كتير كنت بنزل اروح الجامعه وارجع الاقي لسه نايم وبيشخر. ده موضوع الشخير من زمان بقى. ايه ده، هو كان مخبي عليك ان هو بيشخر؟ دي حاجه تستخبى، ده الكومباوند اللي جنبينا عارف. يا جدعان هو في ايه؟ ما كلنا بنشخر عادي، يعني ايه المشكله يعني؟ لا معلش انا ما بشخرش الا وانا نايم متضايق بس. لا يا راجل ماشي يا ابو مناخير سالكه. انتوا كده محتاجين تقعدوني مع اي واحده هتتجوزوها عشان احذرها من الموضوع ده، مش تتاخد كده على عماها زي بقى كده. ها ايدك ايدك ايه، انت هتستقوى عليا واحنا قاعدين ولا ايه؟ ايه هو انت معايا ولا معاها؟ انا مع الباميه يعني معاها. بقول لك ايه، وبعدين دي بقت معانا في تيم التحفيل عليك. تحفيل؟ دي تحفل عليا انا؟ دي بسكوتايه، ده انا لو قرصت عليها كده هتتكسر. مين دي اللي بسكوته؟ ده انت لو جيت معايا العياده كل يوم تشوف اللي انا بشوفه والله العظيم يغمى عليك. صحيح يا دينا، هو كل البنات بقوا نفخ وشد؟ اكيد لا، يبقى وريني الصوره وانا بقى اقول لك. يوريكي مين ولا مين؟ بقول لك ايه، وريها اخر واحده كانت معانا. كل انا شربت. خد مني يا حبيبي. شوفي كده يا دينا. لا دي عامله فيلر بس بسيط في الشفايف، كلها طبيعيه. امور على فكره صاحبتك انا ما شفتهاش على فكره. على حسب يعني، بس انا اوعدك انا مش هصاحب بعد كده غير لما ارجع لراي الخبره، اصل انا خدت كميه خوازيق ما اقولكيش. بقول لك ايه يا دينا، ده ما بيصاحبش، ده ماشي يا رب بنات وخلاص. بقول لك ايه، شايف سمبوسك اللي قدامك ده؟ خد واحده دبها كلها جوه عشان ما تتكلمش خالص. ها سيبهم يتكلموا. وانت اسمهم عشان تخطفيهم مني؟ دول صحابي انا على فكره. وانت غيران عليهم؟ طب انا هقوم اجيب الحلو هاكلهم، ام علي هينسوا انت مين اصلا. ناكل ام علي الواد ده يسلمه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.